منافسات البريمير ليج، حيث لقاء ليفربول هنا امام مانشستر سيتي، واحده من قمم الدوري الانجليزي الممتاز. كره على طول وسط الملعب، جيمس مينر حط ناحيه الشمال، ريبيتسون يظبط بقى رجله عرضيه، وصلاح يا ولد يا ولد، محمد صلاح في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه يسجل هدف ليتقدم ليفربول في الدقيقه 14 من عمر وزمن اللقاء. لكن بص شوف العرضيه من ريبيتسون بقى، اول ثلاث نقاط ليه في هذه البطوله، لكن ان شاء الله يعوض وان شاء الله يرجع في البطوله. فريق عنده قدرات، شفنا اللقاء الاول لقاء كان قوي جدا، وتالق اللقاء الذي شاء تالق للحارس كلارا، وحاجه بقى من الحراس المميزين، واللي تصدر لركله الجزاء تظل يعني هي الحارسه المميزه لهذا الفريق، والحارس اللي كان اول لقاء كبير في الشوط الثاني من اللقاء الاول اللي جمع فريق الاي سي سي. انا هقول ركله مرمى لفريق الاي سي سي، هنشوف الحذر ما بين الفريقين، كل فريق بيأمن المناطق الدفاعية، مش عاوز يعني يتلقى هدف في البداية، صدمة الهدف قد تكون مؤثرة بالبداية، عاوزين يعني يتحفزوا في المناطق الدفاعية، بعد كده بقى البحث عن الهجمات، عن الانطلاقات، عن التصويبات، عن كل الحارس اللي شدنا بيها واللي قلنا هي تصدت ضربة الجزاء، بتحط كرة أمامية طويلة على حدود منطقة الجزاء، ترجع مرة ثانية وسط الملعب، أدي الانطلاقة، هجمة حلوة أوي ناحية الشمال، لكن بقى يا سلام يا سلام على التغطية هنا اللي أمامنا من اللاعبة فريدة، بتطلع كرة باقتدار وأدي كرة مرة ثانية على حدود منطقة الجزاء، لكن الدفاع المراتي، الدفاع المراتي بيشيل ويطلع، تروح عند رقم 13 نور وتصويبة بقى، لكن أمامنا التصويبة تقطم هنا في الدفاع وتتحول إلى نص الملعب، هذه الكرة مرة ثانية لكن تطلع إلى ركلة المرمى لصالح فريق السي اس، ركلة المرمى لسه الأمور يعني في البداية، مفيش فرص حقيقية على المرميين، مفيش اختبارات لحراس المرمى، لسه عايزين بقى نشوف أهداف، عايزين نشوف متعة هنا في مدينة الجولة التي تحتفل هنا بهذا المهرجان الكبير وبدوري الذي يزين مدينة الجولة هنا. كرة مرة ثانية رقم 10 بقى اللي أمامنا اللي بتسجل اللي بتسدد اللاعبة فريدة، لكن خرجت إلى ركلة المرمى. حيث لقاء ليفربول هنا أمام مانشستر سيتي، واحدة من قمم الدوري الانجليزي الممتاز، كرة على طول وسط الملعب، جيمس مينر حط ناحية الشمال، ريبيتسون يظبط بقى رجله عرضية، وصلاح أول ثلاث نقاط ليه في هذه البطولة، لكن إن شاء الله يعوض وإن شاء الله يرجع في البطولة. فريق عنده قدرات، شفنا اللقاء الأول لقاء كان قوي جدا، وتألق اللقاء الذي شاء تألق للحارس كلارا، وحاجة بقى من الحراس المميزين، واللي تصدر لركلة الجزاء تظل يعني هي الحارسة المميزة لهذا الفريق، والحارس اللي كان أول لقاء كبير في الشوط الثاني من اللقاء الأول اللي جمع فريق الاي سي سي.